الاسيوي نسقط في تونس وجيت نتفرج في المنتخب. كاو هذيك الهزيمه الثانيه كانت خايبه شويه، كنت في الدفاع كنا ضعاف ياسر، مي يقعد المنتخب البلجيكي قوي يعني، المنتخب البلجيكي فريق كاسح يعني. من وجهه نظرك ايه الاسباب يعني اللي ادت للهزيمه الكبيره دي؟ والله برشا اسباب، بس فما سبب اللي هو الناحيه نتاع علي معلول كانت بعيد. علي معلول راجع من الاصابه وماهوش صح صحاب، مع شويه جوات ماهوش فورمه يعني، كفانا ماهوش في حالتهم الجيده عندنا، ولا مع قوه المنتخب البلجيكي بيان سور. ان شاء الله تعرف بيك أهلا بيك. إيه يعني أنت الانطباع برضو عن منتخب تونس، لعب مباراة قوية في المباراة الأولى ولكن في المباراة الثانية كان الأداء كان سلبي لحد كبير. منتخب بلجيكي مترشح لكأس العالم، هو وإسبانيا والبرتغال من أقوى الفرق في العالم. 5-2 هي كاسحة شوية، هزيمة كتير كبيرة، لكن العرب الكل خرج. أنت إيه رأيك في المنتخبات العربية عموما ونتائجهم في كأس العالم؟ كلهم زي بعض، ما فيش حد خير من بعض، العرب بياخدوا عرب والكرة يشتغل. شكرا. السلام عليكم. الله عجبك بقولة هنا العرب الكل، من تونس، السعودية، من مصر، لازم يمكس رواحهم يوريوا رواحهم اليوم عرب، خاطر بلي باش يكون هو العرب أخوة من الكورة، أخوة من الجمهور الكل. أحنا كتونس أحنا توا جينا أكثر جمهور في روسيا، هيك دولة صغيرة في العالم، جينا أكثر شعب، جينا وسيرنا أنت وشعبنا وسيرنا أنت ولدنا. أما شنو مشرك أونترنور، مشكلة ستاف، مشكلة من هالشنوة، هذي مشكلة أكثر في وضعية ما كيفاش. أما الأغل هذيك يا ربي شخاطر، ديما نقول الحمد لله سوا تونس المغرب مصر لاي بلاد عربية سعودية بالنسبة لي أنا تسبس دولة على خاطر كشعب يخاف من دولته. تونس مصر المغرب أقوى بالنسبة لي، كل 16 بتقوم في المراشي.